الله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أجل مرسل وآله وصحابته وتابع من وآله السلام عليكم ورحمة الله جزا الله الإخوة المتحدثين من قبل فيما تكلموا في التوحيد والعقيدة وخطورة الشرك وما عند اصحاب الطرق من ضلال وانحراف ولا بد لكل مسلم ان يعلم تماما ان التوحيد هو دين الانبياء والرسل وان الاسلام هو دين التوحيد فمن لا توحيد له لا إسلام له وحقيقة المؤامرة التي تعاون فيها المتصوفة أصحاب الطرق الصوفية وتعاون فيها بيت الشيطان وهم اليهود والصهاينة والأمريكان تعاونوا لكي يحاربوا هذا الدين وهذا التوحيد وصدق الله تبارك وتعالى في قوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن... قل إن هدى الله هو الهدى فأكبر دليل على خيبة التصوف وأكبر دليل على بطلان ما عليه أهل التصوف أن أمريكا في رضا تام عنه والله المفروض اي زول سوداني يفكر بعقله يفكر شويه كده قبل فتره في 12 و 12 صوفي فاتوا امريكا هناك اجتمعوا مع مع زعماء البيت الابيض والكونغرس وما عارف مجلس الشيوخ وا وا اي وثاني قبليها في المولد قبل سنتين بيعظموا وبيدعوا أكبر نصراني في البلد دي قال إلى حضرة الأخ الأكرم فيلو ثاوس فرج حفظه الله دير الصوفية الزول اللي بيقول الله عنده جنة الصوفية أربع أربعة من رؤوس الطرق الصوفية رسل له خطاب وفي الخطاب ما أعرف الأخ المحترم وندعوك ودارين نكرمك ولأنه كده كذا وكلام كثير باطل فيه فيه دلاله على ان هؤلاء تشابهت قلوبهم وتشابهت عقائدهم وتطابق دينهم ما الدين الباطل والارواح جنود مجنده كما كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الارواح جنود مجنده ما تعارف منها ائتلف والصوفية تآلفوا مع مع الأمريكان إذن تعارفت قلوبه لأنه دينهم قريب بعض دينهم قريب بعض وما تناكر منها اختلف ونحن نحن مختلفين معهم إلى أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله فربنا يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تبع ملته فده أكبر دليل أكبر دليل على أنه التصوف باطل أنه أمريكا رضيانة خالص على على الصوفية وربنا قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وربنا يقول ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقد قال الله عز وجل ايضا قال يريدون او قال هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله لكن نحن على يقين إن هذا التعاون بين المتصوفة وبين أمريكا وبين غير من الفرق المنحرفة والضالة عاقبته إلى خسار وعاقبته إلى دمار لأن الله عز وجل ينصر دينه وينصر رسله كما قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار فالله تبارك وتعالى أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسوله بالهدى وهو التوحيد الذي هو حق الله على العبيد والذي هو أساس الأعمال والذي هو لا يقبل الله تبارك وتعالى عملا من الأعمال إلا إذا كان على التوحيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق هو الدين دين الإسلام وهو التوحيد لأن الإسلام النبي عليه الصلاه والسلام عرف قال هو شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فربنا يظهر دين النبي عليه الصلاه والسلام في اخر الزمان كما اظهره في عهد النبي عليه الصلاه والسلام على المشركين ومن عاونهم لان المشركين مكروا بالنبي عليه الصلاه والسلام ليوقفوا دعوته وليصدوا الناس عن دينه المستقيم فربنا يقول وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ودين الدين الحق هو المبني على الكتاب والسنة في العقيدة وفي الاخلاق وفي المعاملات وفي كل شيء وسوف يظهر الله عز وجل هذا الدين كما قال النبي عليه الصلاه والسلام بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء كما ان الاسلام بدأ في قله و تعجب واستغرب منه المشركون ونحن اليوم حينما ندعو الى هذا الامر وندعو الى اخلاص العباده لله تبارك وتعالى كثير من الناس بيستغرب وكثير من الناس يتعجب يقول جيتونا بدين جديد وجيتونا بافكار جديده والدين ده ما فيه فكر دين ده احكام من القران ومن السنه اما الافكار هذه عند اصحاب الاحزاب واصحاب الجماعات واصحاب الطرق الصوفيه المنحرفه دي افكار اي طريقه قايمه على فكره فكره التجاري التجاري قال قال اتاني سيد الوجود ودي فكره سايمه ولا النبي عليه الصلاه والسلام ولا قابل ولا داو صلاه فاتح ولا قال له اعمل طريقه تجاريه ولا غيره واي طريقه على هذا المنوال والجماعات كذلك الجماعات والاحزاب كجماعه الاخوان المسلمين وجماعه التبليغ وغير من الفرق كل افكار لمنظرين تعصب وتحزب لها من تعصب وتحزب واصبحوا يدافعون عنها ويدعون الناس اليها على انها دين الله تبارك وتعالى المستقيم. والله تبارك وتعالى نهى عن ذلك كله فقال في كتابه العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال كذلك لنبيه عليه الصلاه والسلام ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فندعو الناس الى الاسلام الصحيح. وندعو الناس إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام المستقيمة التي بها الفوز والنجاة والفلاح في الدنيا وفي الآخرة عرفت حقيقة المؤامرة أن الصوفية يتعاونوا مع الأمريكان الصوفية يتعاونوا مع الأمريكان ويتعاونوا مع أعداء أعداء الإسلام قال ليحاربوا لي الإرهاب والتطرف وفي تطرف أكثر من ما عند أولئك ما هو الليلة الناس بيغتروا بالغرب يقول لك طبعا وأكثر الدول قايمة بحقوق الـ حقوق الـ الإنسان أوروبا وأمريكا وغيرها. كديسة لو طلعت لها في عمود ما قدرت تنزل يجيبوا لها طاقم من الدفاع المدني وونش وما عارف إيه ونجدة ومواتر ده كله كديسة طلعت في شجرة ولا في عمود ما قدرت تنزل. وفي نفس الوقت يقتل الـ 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 اهل الاسلام في مشارق الارض ومغاربها ولا يحركون ساكن يقول لك عندهم منظمات بتاعه حقوق انسان والانسان المقصود هو الانسان الغربي ما المسلم الانسان عندهم الانسان الغربي مع ان الاسلام هو اعظم دين حفظ لكل ذي حق حقه اي حاجه يعني الاسلام اي صاحب حق رب يعني الاسلام حفظ له حقه حتى الحيوانات وحتى المعاهدين والمستامنين الاسلام حفظ لهم حقهم ولكن لتعلم ان هؤلاء تعاونوا مع الشيطان الاكبر والله وغلبتنا الحجه شوف الصوفية ما جروا لأمريكا إلا لأنهم ما قدروا يواجهوا الحق وما قدروا يواجهوا الدعوة السلفية الصحيحة التي ضحدت ما عندهم من الشرك وما عندهم من الزندقة وما عندهم من الإلحاد وما عندهم من الضلال والبدع بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام عشان كده ما, ما قدروا جروا لأمريكا والله جد بعد شوية تسمع تاني في قصايدهم ندعوك يا ترام وندعوك يا فلان ما هي شوية ما هي شغلة ماشية حبة حبة ما والله ما بستغرب كله كله يوم من الأيام تلقى قصيدة بيقول ندعوك يا ترام يا ما عارف يا الكون في, الكون متحكم تلقاه ما هي البس ف ف الشغلة غربتهم ودي كتبهم عشان كده هم كتبوا كتب عشان كده ما بيقدروا ينكر هذه العقائد التي يعتقدونها فخلاصة الأمر تعلم أن الأمريكان في رضا تام عن المتصوف وده أكبر دليل على أن دين التصوف باطل لأن ربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته والله ده أكبر دليل عشان كده تاني ما تجد تقول يهود وإنت شنو؟ إنت ما مشيت هناك باليهود ودائما تابعين لمستر همفر والله لا مستر هنفر لا مستر بنشر ما في نحن متابعين النبي عليه الصلاه والسلام أسوت اسوتنا وقدوتنا الذي نسمع كلامه ونعتقد انه معصوم لكن انتم مشيتوا هناك لاوباما ومشيتوا و والجاي يعني اغرب واعجب فانتظر شويه والكلام يطول وانا ما داير اطول لانه في اخونا الشيخ محي الدين والشيخ ابو بكر من بعدي هذا والله اعلم جزاكم الله خير والسلام عليكم اقدم الشيخ محي الدين وليتفضل مجزيا ماجورة السلام عليكم